للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح منا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إلا على
والذين